احد الشباب اللي اكثر فنانين بالعالم. ويلكم برنامج البيني وبينك. الاخر حلقه بصراحه كان داني كلش بردان، بس ما اعرف هاليوم صارت عكس، اعتقد لانه اكلت هوايه باتشا بالجمعه والسبت، فهسه الحار ليس بده يطلع مني. الحمد لله الشكر للاكل العراقيه نعملنا كلش قوي وحار. اوكي خلينا نبلش البرنامج. الموضوع الموسيقى راح نبقي وياها، راح نحكي بالنسبه لوين الموسيقى تاخذنا بالوقت اللي احنا يعني ننسين نفسنا. وعندنا الضيف مالتي هاليوم هسه رجع من دبي، ها راح نشوف شنو كان يعمل بدبي، هذول الحفلات ما اعرف شنو هي السالفه، فخلينا نشوف شنو وذات. ولعبه جديده بصراحه هذول الشباب، يعني انا قلت نعمل العاب بسيطه حتى الضيف مالتنا ما يخافون، بس رجعوا الالعاب الخطيره، فانتظرونا حتى تشوفون شنو هاي اللعبه الخطيره. والله سوري فان، هاي حظ مالتك. خلي بلش بيني وبينك right now. طبعا فشي كلش عجيب اليوم، ناني البس الترتيبات، شباب يلبسون عادي، والوقت الان يلبس عادي هم يلبسون ترتيبات. شوفوا المواصفات مال ريان، وراح تشوفون هم الرودي كلش حلوين اليوم. انا اليوم بس تيشرت صراحه، انا لبست هاليوم تيشرت لانه اعرف راح يصير مايات وطحينيات وكاتشابات ورا شويه اللخ برات اللعبه، انتظرونا راح تشوفون. اوكي الموسيقى بصراحه واحد فن ما يحتاج هوايه فلوس حتى يطلع الفن مالته. شوف شنو قصدي، مثل هذا الشخص هسه هنا. هذا فنان جدي. ريان شنو جمعية الفنانية ومعرف شنو 4 سنة تقرأ وهيجي رأسان من ولا شيء بالشارع دا يلعب ودا يعلم نفسه وما شاء الله، بس خطية ما دا يأخذ فلوس مثل هذولي كونسرت كبير. أوكي بالنسبة للموسيقى، هواي مرات إحنا بوقت نسمع الموسيقى يعني we forget about ourselves، شنو نقول لها ننسي نفسها، ننسي نفسنا something like that. شوف شنو يصار بالهاي مرة خطية. واو هذا كانت تسونامي شوية. اوكي اخر فيديو شنو كان في الدقيقة شنو كان زين طبعا ليها هسه ورا 10 سنة هواي ناس يقول لي نور شلون عفت لامريكا وتعيش العراق. طبعا تعال شوف يعني اعطيتكم هواي سبب ليش العراق احسن من امريكا، الزد السبب للوخ، البيوت مالتنا هنا احسن من امريكا. شنو قصدي؟ واتش كسروا بيتهم بس لانه يركزون. تعالوا ركزوا ايش قد تريد بالاي بيت بالعراق وما يكسر بيت. البيوت الأمريكا كلها بسيطة، هاي مو جدار حقيقي، يعني ما أعرف شنو هي، هذا كارتون مثل الديكور. والله هذا أقوى من والله هذا أقوى منهم، so strong. زين فشوف تقدر تركض هنا إيش قد تريد وما راح تكسر أي بيت أو أي شيء هنا بالعراق. أوكي خلينا نجيب ضيف مالتنا، مثل قلت هسه الطيارة نزلت من دبي، هو champion مال باند متن، ما أعرف شلون أقول لها لعبة بالعربي، راح هسه يقولنا ورا شوية اللغة. Please give a warm welcome الفان قليانا. هلا فان، شلونك حبيبي؟ مبارك والله غلطت هواية لبست اللبس الحلوة هاليوم، ما عرفت أنا أقول لك للشكل اليوم. راح شوف الله بخير. الله بالخير. شلونك؟ شكرا انت شلونك؟ الحمد لله. شنو كانت تعمل بدبي؟ حفلات شنو؟ النوادي؟ كان عندنا بطولة رقبي. رقبي؟
نعم. الرجبي رجبي هاي اللعبة يعني هاي اللعبة مو يعني هواي ناس يلعبوها. صحيح حسة جاية جديدة على يعني على الكردستان. وانت راسلنا يعني لعبت نفسك بيها. انا مريشة قبل تحولت على الرجبي. ما تحولت يعني رحت شاركت بيها فريق كردستان. شاركت الرجبي هي مثلا هذول الاثنين يضربون اللخ مو؟ كلها ضرب. كلها ضرب. وشنو هم ضربوا يعني انت ضربت بالضبط؟ بس يعني شوية بوكسات وشلاليق عادي. شفت النتائج مالتكم لعبتوا 5 لعبات فوزتوا بالوحدة وحتى انت عملت فد جول خليني اقول ما اعرف هي يقول شنو اسمه جول ما اعرف. يسموها تراي. تراي. ياس. زين. يعني اول واحد من العراق يقول هناك يسوي تراي هو كنداني. مبروك. شكرا. يعني اول واحد يعمل خلينا نقول الجول مال الرجبي. هو الفريق مالتنا كان 12 لاعب ثلاثه كنا عراقيين يعني نقول اكراد والباقيين كانوا كلهم اجانب. ايه. وبيناتهم يعني صار لهم 3 سنوات يشاركون اول سنه نفوز بلعبه واحده يعني فريق كردستان يفوز بلعبه. زين هذا مو اختصاص مالتك صراحه انت اختصاص مالتك غير هذا هنا صراحة أعتقد هاي جديدة فعفوا إنه شوية لعبت بيها وما أعرف إنه هسه هي عدل يعني لا شو اسمها هاي فيشة ريشة نيشة ريشة 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 ريشة, ريشة فاللعبة أعتقد بس مزهور بالشرق الأوسط لأنه ما شفت بالأمريكا هاي وما شفت بالأوروبا الصين هواي يلعبون الصين إيه يعني بالآسيا خلينا نقول الصين عندك مصر بالفعل مصر قوية إيران كلش قوية الشرق الأوسط وآسيا ولا هسه أوروبا همين قامت الدنمارك هسه تخسر الصين لأنه الناس الشرق ده يروحون هناك بده يخده وياهم في شيء أنت شقد سنة كنت تلعب هواية مو من 2008 بلشت ألعب ريشة 10 8 يعني 10 سنين 10 سنوات ألعب ريشة صحيح قبل هيك كنت ألعب بينج بونج و2005 طلعت أول العراق على الشباب البينج بونج بعدين تحولت على الريشة ها يعني أول شيء كانت بينج بونج بعدين رحت للريشة ليش عملت هذا النقل شفت يعني استفادت من الريشة أكثر من ما استفادت من المنضدة طلعت أول بالمنضدة بعدين شفت غدروني على أساس كانوا يودونا للهند ودوا غير واحد قبل شوية ضجت من لعبة وكنت بعد صغير ورحت على الريشة زين فان انت تعرف اكو ناس يشوفوا هاي اللعبة يقولون هاي مو لعبة حقيقية مثلا يقولون كرة قدم هاي اللعبة مال رجل مثلا يقولون كرة سلة هاي اللعبة حقيقية ناس يشوفوا هاي اللعبة يقولون هاي مو يعني فد شيء مهم شنو تقول لهذول الناس انه لا هذا يحتاج تركيز هذا يحتاج يعني تالنت هو اي واحد يقدر يفوز الكأس ورا الملاكمة باللياقة تجي الريشة انه رايد هواي لياقه محتاج قوه سرعه رده الفعل كل شيء رايدها بالريشه لانه انت بوحدك بالريشه و17 متر هي الساحه والريشه كلش خفيفه رايد لك كلش قوه على مود توديها للخلف او تجيبها وتحركها انت عندك عضلات اشوف يعني يعني هسه قلت هاي 10 سنه انت قاعد تلعب قد يعني فوزت بنسبه الكاس وهاي ويعني اشوفك مرات 5 سنوات اول على العراق اي خلينا نشوف شوي صور الشباب اي واحكي 5 سنوات اول على العراق هاي السنه اللي فاتت 2017 طلعنا اول على العراق في كركوك وهاي بطولة تشيك ريبابليك رحت اوروبا بطولة دولية شاركنا بدقيقة ايش قد العاب رحوا له تشيك ريبابليك؟ كلش من العراق اي كم كم لاعب راح؟ إيه؟ اني وهذا الوياي هذا همينه كردي اسمه يارا واثنينكم رجعتوا؟ ايه رجعنا اي زين اوكي الحمد لله هيك 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 هذا فريقنا واثنين من هذول طلعوا اول العرب يوسف وياني طلعوا اول العرب لعبه الريشه هالسنه ايه يعني انت حتى كنت تعمل التمرين للشباب الاصغر؟ اني مدرب ولاعب وهاي دورة تدريبية دولية أخذنا شهادة ليفل 1 بها المدرب كان ماليزي هسه العراق عنده فرق وطني؟ نعم عنده وأنت لعبت بهذا الفرق الوطني؟ أنا أول على العراق أول يعني ذاتس كريزي أنت يعني كابتن خلينا نقول مع الفريق الريشة العراق منتخب العراق نعم شنو هاي الصورة هنا؟ هاي فريق بنات مالتنا طلعوا أول على العراق ايه وهمينا اربعه منهم منتخب عراقي سامه ورمرامه وهانو ودلال وانتم تلعبون بالمثلا كاس الاسيا شلون النتائج مالكم بهذول 10 سنوات؟ ايش قد الاقوى شيء رحتوا؟
هالفترة يعني صرنا ثلاث سنوات هالقد ما مشاركين بطولات دولية بصراحة. ليش؟ على مود الظروف والفلوس. فلوس ماكو، من توصل مسألة الفلوس العراق شوية صعبة. وزارة الرياضة عيب بابا، وزارة الشباب شنو اسم الوزارة؟ شباب ورياضة عيب بابا. ايه الأولمبية همينة. ايه يعني رايدين شوية. يعني انتم برايكم تقدرون تعملوا منافس ويا هذول الدولات اللي خلينا نقول الكوريه وال صراحه اقول لك الاسيا صعبه، بس غرب اسيا نقدر ننافس على الاول ثاني وثالث هيجي. بس ما عندكم دعم هواي؟ لا دعم ما عندنا. زين بالنسبه للعراق الكل، انت تسافر هواي تعمل بطولات هناك وهناك، وين تشوف انه هاي اللعبه اكثر مشهور؟ بالاي مدينه اكثر؟ هي بغداد هواي كلها واعي هواي، ومحاويل بابل. بالبابل يلعبوه هوايه؟ يلعبوه هوايه لواعيب. ومن وين تشوف الاقوى العاب دا يجون؟ اقوى لواعيبين يجون من العراق؟ ايه ان شاء الله من يمن يطلعون. لا قصدي من اي مدينه واي محافظه الاقوى لواعب الريشه دا يجون من العراق؟ من كردستان. من هنا من اربيل. اوكي زين، تحيات لكل اللاعب طبعا من بغداد من بابل من كل محافظات. كلش حلو انك تشوف الناس من كل بلد يجون يعني يلعبون. احنا عندنا 9 لواعيب من نادي اكاد منتخب عراق، على مود هيك اقول لك انه منا هواد يروح للمنتخب. احكي لي ليش هي مهم الرياضه تعمل صداقه بين الناس وبين النوعيات القوميات خلينا نقول؟ هواية تستفاد انت من الرياضه، اول شيء من تطلع برا انت تروح تشارك في المنافسه، تشوف لك في صديق في الشيء باشر، عقبه من ترجع او تسافر هو يتصل بيك او انت تتصل بيه، يعني يسوي بيناتكم علاقات حلوه. نعم. طبعا هذول مثل هاي ايش قد تكلف هاي؟ اكو هاي ايش قد كانت مثلا؟ هذا قصدي كي تبين. كاواساكي يس. ايش قد هاي؟ $50 هذا. $50؟ ايه. يعني انت مثلا هذا ارخص شيء. طيب زين، انت ابد صرت عصبي وضربت واحد بيها؟ يعني ابد؟ لا ولا مره. يعني انت من حياتك هاي بس تعمل على لعبه؟ ايه. ابد ما ضربت واحد بيها؟ لا كان اريد اضرب شويه ريان بيها بصراحه. هاي ما تاذي مو التنس. لا هاي ما تاذي، لازم يعني سكواش لا التنس هذيك احسن. حتى شو اسمه هاي ذبان ابد ما ضربت هذه. الذبان يمكن ضارب بيها. اي صحيح. اي اوكي، لانه ما يكسر. لا ما يكسر. بس مثلا ضربه ريان الجوز خطيها تكسر. تكسر قفا. هي شلون هي اللعبه؟ بس شوي سريع افتهمنا انه ايش قد نقطات حتى افوز؟ هي 3 اشواط لازم اللي يفوز. 3 نقطات. 3 اشواط. 3 اشواط. لازم تاخذ شوطين. 3 شوط. اي لازم تاخذ شوطين. اي من 3 اشواط، اذا تاخذ 2-0 او 2-1 كل شوط يكون 21 نقطة. 21 نقطة. اي فلازم تاخذ 21 2 من 3 مثل تيبل تنس. لا هي 5 من 3. ها اي 3 من 5 سوري. هي 2 بس انتم 2 من 3. اي صح. لازم تاخذ 21 مرتين. اي صحيح. كلش حلوه. وشنو رايك بالنسبه للمستقبل؟ كتشوف انه هاي اللعبه كتصير تتطور شويه بالعراق؟ ان شاء الله راح تتطور، لانه النادي كات يعني بصراحه يعني اذا تنطينا شويه مجال نحكي عليها. أي. هوايه ساعدنا بهاي الشغله، نشكر الهيئه الاداريه للنادي كات تقدم لنا اي شيء. هذول كلش خوش لاعب طبعا، انا اعرفهم هوايه، ما اعرف اساميهم بس اي نو ذير فيسز. اي تقدم لنا اي شيء، تقدم لنا القاعه يعني اي شيء، المضارب والتجهيزات الرياضيه والمعنويات تنطينا همينا، نشكر الهيئه الاداريه كلش، ان شاء الله راح نطورها اكثر. هسه مسوين مدرسه البادمنتون. وتحيات للنادي اكاد، بس شنو فائده ما عنده فت فريق كره قدم قوي حتى تعمل منافس بالدوري العراقي؟ هسه مسوين فريق. خليه يوصل الاول مرحله الاول سوبر ليج ان شاء الله. خلينا نشوف. زين فان جود لك وكل شيء. لا تعمل تقاعد، الله يخليك، العب اللي شعرك يصير ابيض. اوكي ان شاء الله. خلينا ننقل هنا، عندنا اللعبه صراحه نصيحه ماتي هي تيك ذس اوف، لانه عندنا شويه ترتيبات هنا. شكو تخوف نور. لا والله عندنا بزمار هو المفروض يخوفك. ايه بس لا تخاف، هذا بس تصير هنا. اوكي هيك شيء زين، واني عندي هاي هم. شوف عندنا سؤال وانت عندك سؤال. ايه زين راح اسالك سؤال، ان انت تعرفه صح خلاص. اوكي ان غلط لازم تاخذ فد رقم من هنا، نشوف اي بالون الرقم ولازم تضبه براسك. بس شوف هذول 8-9 بالونات عندنا شويتهم فرخ. فارغه. فارغ. اوكي فارغ.
اوكي اوكي ودنا شويه الدوغ بيها طحينه بيها كاتشب بيها ماي اوكي اوكي حاضر حاضر تمام اوكي موسيقى شباب يلا ليتس بلاي يعني هاي الاسئله هاي الاسئله مالتك وهاي الاسئله مالتي اوكي حاضر اوكي السؤال الاول ايش قد كيلومتر بين الارض بين الدنيا وبين القمر بين الارض والقمر ايش قد كيلومتر ان قريب مو مشكله ماكو يعني وسائل مساعده لا ان عندك قريب مو مشكله انت قريب راح اقول لك اوكي يلا ايش قد كيلومتر 2500 كيلومتر ايه غلط 380,000 خذ واحد اي واحد خذ فد رقم اوكي واحد اوكي نشوف وين الواحد واحد وين إيه وين فارغه alright ايش قد هاي كانت 20,000 هاي 15,000 يعني فت 60-70,000 فدوة على لعبة البيني وبينك فارغ تأكدي فارغ رايت مو فارغ فارغ اوكي alright اوكي عندك خوش حظ هذا لانه هذا يفوز هو بال بالفريس فريشة وهذول متى ايه؟ تم اطلاق اول صاروخ على سطح القمر شو شو وقت ضربوا اول صاروخ بالقمر ايوه 1961 غلط 59 بالسنتين بالسنتين لا هذا واحدة خلاص منها اوكي بالسنتين تسعة تسعة ماي جاد أنا دائما ما عندي خوز حظ بالحياة ريان أنا أعرف شنو وأنه هذا اللي بس البس تي شيرت أوكي بس ماي الحمد لله بس مو طحينة بس مو طحينة أوكي نكست أي واحد أوه كل السهلة أي واحد أبرد كولدر إيه أبرد أبرد واو مش قد طلعت هيك عرفها اي واحد ابرد الشمال بول او الجنوب بول القطب الشمالي او الجنوبي يفتهموني ايه القطب الجنوبي الجنوب ايه مو الشمال ايه هو ابرد ايوه صح صح هل الارض كرويه او مسطحه مسطحة يعني عدل؟ أي أكيد هي كروية. أوكي. هاي سهلة. أوكي شكراً. أوكي نكست. أوكي. أي سنة عملوها التليفون؟ أي سنة أول تليفون؟ أي سنة أول تليفون؟ 1962. 62؟ إيه؟ لا 1922 اسحب رقم يلا اسحب رقم 22 شنو 62 هاي صارت تقريبا 100 سنة سبعة ما تروسش سبعة هذا ضمن ايه الضيوف ماتي بالكل اسبوع لا تخاف بصراحة يعني هاي بس مرة باسبوع هيك نعمل ام زين والله ما احسن احسن من كاتشب وما كاتشب زين اوكي انت ايش قد باقينا؟ اني بعد متى تم التقاط اول صوره في العالم؟ شو؟ اول اي سنه عملوها اول صوره؟ ايه 1895 خلاص 26 26 1826 والله عبالي انا تعد بالف ثمانينات لانه تشوف مرات ثلاثة كاتشب اوه ماي جاد باقي واحد الفارغ مو؟ لا اثنين ما اعرف كاتشب انا كان كاتشب ايوه ذكر شنو قلت الطائر؟ كاتشب الحار اوكي نكست كويستن منو عمل هاي شنو شنو الاسامي الثلاث ناس عملوها اليوتيوب منو خليها اعطيني اسامي جاي اعطيني اوكي اعطيني واحد اسم ان واحد من ثلاثه صح اوكي اعطيني فد اسم اجنبي اسم امريكي اعطيني واحد عندي ثلاث اسامي هنا جون
اكو تشاد، اكو جواد، هذا كان باكستاني اعتقد، واكو ستيفن، ماكو جون، اسحب اخوي. كاتشب. خمسة. فارغة. ري انا اعرف. اعرف. شنو راسه قوي. مودريكس. فارغ. عرفت عرفت. اوكي اخر سؤال اني. اني. هاي انت اخر. ما هي اكبر قارة في العالم؟ قارة شنو؟ قارة. قارة قارة اكبر قارة ما هي لاسيا قارة. اوروبا. هاي هاي سهلة. افريقيا انا اسيا والله. اسيا. صحيح. يس. اوكي اخر سؤال. شنو عاصمة تايلاندا؟ يعرف انه يسافر هواية. والله ما يعرف. لا لا. عاصمة تايلاندا. تايلاند يعني. تايلاند ايه. اوكي. تايلاند. دقيقة. عارفة رايح له. ما تعرفه. خمسة. أربعة. والله فوق. ثلاثة. لا ما في. ماليزيا ماليزيا. بانكوك بانكوك. أربعة. أربعة. والله هاي بيها فج. خلاص كلش خبرين. هاي بيها فج. شنو كان فلاور هذا؟ هذا كان ال قمح قمحة قمحة. قمحة. إيه. أنت شوية كملنا. لا أنا بقالي. أنت هو آخر واحد. أوكي آخر واحد. ما هي عاصمة بولندا؟ حطيه لبس جديد على عيد شنو؟ عاصمة بولندا. عاصمة بولندا كل سهلة وارسا. أوكي. يس. أنا شاطر. Thank you so much Ben. شكرا هوايا استرحوا ويانا باقي بعد هوايا حلوة برنامج شوف ماجازين باقي شيف كل جوعان. This is Babylon TV.